أقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة تفقدية للكلية الحربية فجر اليوم. رافقه خلالها الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية. وشاهد خلال الزيارة عدداً من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية التي يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومي. بلادي بلادي التاريخ والأمان وموطن شروق الشموس الأمرية، بلادي مصانع لصنع الرجال تقف لهم كل الأمم بالتحية، والتي أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبة الكلية الحربية، مقدماً التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماماً كبيراً بإعدادهم لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن المقدس وتحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم. كما تفقد عدداً من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت قفزة الثقة. والكروسفيت. أعقبه المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع. الحق رفيق في دربنا ونمشي ضروب الحق سباقا، نحن الشهادة كتبت لنا ونحن في انتظارها بكل اشتياق. الحق رفيق في دربنا ونمشي ضروب الحق سباقا. وأشاد بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية. وشارك القائد العام للقوات المسلحة طلبة الكلية الحربية تناول وجبة الإفطار وناقشهم في العديد من الموضوعات في شتى المجالات، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالاً قادرة على تحمل المسؤولية وصون مقدسات الوطن.